أرحب بالدكتورة نادية العالول، وزيرة الدولة لشؤون المرأة سابقا في المملكة الأردنية الهاشمية. يا صباح الخير عليك دكتورة، حياك الله معنا في برنامجنا شاي ضحى. يا صباح الخير ويا صباح كل المسؤولين عن هذه القناة الفضائية، وأيضا وإلى كل العاملين في شمس البحر. وأنا شاي شمس البحر، وأنا دائما مغرمة بتصوير الشمس والشروق والغروب، يعني نحن نتكامل مع بعضنا البعض. شكرا شكرا على ان درجات الحراره جدا مرتفعه عندنا يا دكتوره. احنا معتدله والحمد لله. حياك الله. حابين نتكلم اليوم على العنف والتنمر، وبات بالفتره الاخيره للاسف منتشر. لو بعرف العنف، ما هو العنف ضد المراه؟ اولا العنف بانواعه. العنف هو استعمال القوه الجسديه لإحداث أذى ما من شخص ما تجاه شخص آخر، أو تجاه لإجباره على القيام بعمل معين، أو من مجرد أنه يريد أن يفرغ غضبه عليه. وأيضا هنالك إيذاء النفس والتي تقع ضمن زاوية الانتحار، وأيضا هنالك إيذاء الجماد من ممتلكات ومن موجودات، وحتى يقوم بتكسيرها وتدميرها من أجل أن يفرغ كتلة الغضب الموجودة بداخله. أنا لن أتكلم عن الحروب لأنها هي عنف أكبر يقع على الجميع من نساء وأطفال ورجال وممتلكات. هنا لأن موضوعنا يتحدث عن العنف بصورة عامة، ويتحدث عن المرأة بصورة خاصة، ويتحدث بصورة أخص عن المرأة في عن العنف ضد المرأة في زمن الكورونا. بالفعل. فبالتالي هذا العنف الذي يمكن أن يوجه للغير يأخذ أشكال متعددة، منها أشكال شكل جسدي بدني، الأذى نحو الجسد بالضرب والركن وشد الشعر واستعمال الآلات الحادة لحد القتل، ارتفاع نسبة القتل حول العالم من قبل إحصائيات غير مبالغ فيها على الإطلاق، وأيضا إذا لم يجد أداة حادة ربما يستعمل للخنق. هذا العنف الجسدي، الأذى الجسدي، وهنالك الأذى النفسي وهو خطير جدا ولا ينتبه إليه الكثيرون. هذا الأذى الجسدي الذي يتمحور بكلمات جارحة من تهديد ووعيد وتخويف وسخرية، وأيضا يأخذ منحا آخر من إهمال ولا مبالاة، ويأخذ منحا ثالث من تفريق وتمييز بالمعاملة في الأسرة، ويأخذ منحا آخر بالتفريق والمعاملة في المدرسة. وهذه هي مجموعة أيضا، يعني كلها بحد ذاتها تحدث شرخا في النفس الإنسانية، مما يجعل هنالك الإنسان المعرض للجرح النفسي يعني مجروحا ويحتاج إلى تأهيل كبير، وهنالك من تسمحي لي العنف الجنسي. فهذه الأنواع الثلاثة من العنف لها أسبابها المتعددة التي يمكن أن أدرج بعضا منها إذا سمح لي الوقت. تفضل دكتور. أسبابها، يعني أسباب العنف هي لا تأتي من فراغ. يعني كما قلنا نريد أن نركز هنا بهذا السياق على العنف ضد المرأة وحتى الطفل، لأن المرأة والطفل هما الحلقة الأضعف في المنظومة المجتمعية. وأيضا لأنها يعني مؤخرا ليس بسبب الكماليات، وليس لأننا نريد أن المرأة ترتفع عن مستوى الرجل، نحن نريدهم أن يسيرا نحو هدف واحد في خندق واحد من أجل خدمة الأوطان. وبالتالي نريد لهذه المرأة لنذكرها يعني بكثرة هذه الأيام أن تشكل حقيقة النصف الخمسين، نصف المجتمع، حتى يطير طائر التنمية والنمو والازدهار بجناحين وليس بجناح مهيد لا يسير يعيده على الطيران. فنحن نقول أسباب العنف هي أسباب مما تكون طبيعية، يعني
هو جينية، يعني بعض العائلات تتميز بالعنف أكثر من غيرها لأنه يتميزون بسرعة الغضب، فلا يمتلكون السيطرة على عواطفهم، فيعني بأي لحظة وأخرى بأي سبب بسيط قد يتفجروا عاطفيا ويؤذوا ما حولهم قولا وفعلا وسلوكا. وهنالك هؤلاء بحاجة إلى تأهيل ولا بد من الانتباه إليه. نعم. أيضا إدارة الغضب. نعم. أتوقف شوي هني أستاذة نادية، أي أنواع العنف أكثر ضررا على المرأة؟ هناك عنف جسدي وهناك عنف لفظي وآخر جنسي، أي أنواع العنف يلامس أو يسبب انكسار إلى المرأة؟ والله كلها بمحصلتها النهائية ثلاثية تسبب انكسار. بس كل انكسار يختلف عن الآخر، وكل انكسار له نوع من التعامل حتى يتم تأهيل المرأة من هذا العنف الذي تعرضت له، سواء جسديا أو نفسيا أو جنسيا. لكن أنا بقول يعني ربما الجنسيا أسوأها، وخاصة عندما تقع من خارج العائلة أو ليس من قبل الزوج يعني. نعم. تليها النفسية، أما العنف البدني يعني كثيرا يتم نسيانه ولو أنه يحدث جرحا. أنا لا أستطيع، أنا أقول كلها مؤذية. لا نستطيع أن نميز بينهم. صحيح. طيب، في ظل جائحة كوفيد 19 والبقاء الطويل داخل المنزل، هناك من استغل هذا البقاء وزاد العنف. في البداية تفضلتي قلتي قد تكون جينات وراثية وقد يكون ضغط نفسي وسلوك مكتسب. طيب، زيادة العنف في صورة عامة في ظل انتشار فيروس كوفيد 19. إذا كان هو ضغط نفسي، إذا هو طبيعته هيك فسوف تزول طبيعته للأكثر، لأن الظروف البيئة كما نقول بأن العنف هو مرسل ومستقبل، معنف ومعنف، جلاد وضحية، وهنالك بيئة بينهما. هذه البيئة الثقافية المجتمعية سواء بالعادات أو السلوكيات أو الثقافة ترى هل تميل إلى العنف، من هنا يكون الجانب المكتسب. فإذا كانت البيئة غير مشجعة وهو نفسه مخلوق جينيا يعني ميال للعنف، سيكون عند الضبل. والكوفيد تأتي من البطالة وعدم العمل وأيضا الاختناق داخل المنزل وعدم التغيير، مما يجعل المرأة الضحية أمامه 24 ساعة. يعني كانت تخرج إلى العمل، كانت تخرج إلى المدرسة، كانت تخرج للتسوق، تبعد عنه، لكن هي أمامه طيلة الوقت، وبهذا يجد المتنفس متنفس صمام الأومان في هذه المرأة الحزينة وأحيانا الأطفال. يعني إحنا لما بالكوفيد 19 إذا ممكن أذكر أمثلة حتى تساعد على يعني جذب النظر، إنه في الصين ارتفعت 18% في أثناءها العنف ضد النساء. وفي فرنسا 30% مثلا. نعم. هل النسبة في الدول العربية أكثر من الدول الأوروبية دكتورة؟ والله أنا تفاجأت ولا أريد أن أذكر الأسماء، ولكنني اطلعت مؤخرا على جدول يتكلم عن نسبة العنف بصورة عامة قبل بدء الكوفيد 19. فأنا لا أريد أن أذكر الدول الأقل ولا أريد أن أذكر الدول الأكثر، ولكن بين أعلاها وأخفضها من 80% نسبة العنف ضد المرأة إلى 30% المنخفضة. تصوري. يعني المنخفض عالي، فما بال بالكوفيد 19. وبعدين حتى أنه في مثلا أذكر تونس أنه صدرت منها مبادرة لحماية المرأة ضد العنف بسبب الحجر المنزلي، طلع مبادرة ساخرة، أضرب مرتك الآن في المحاكم مغلقة. يعني فبالتالي هاي مضحكة. مثلا في الأرجنتين حتى يسمحوا للمرأة بأن تتواصل على خط المساعدة الخط الساخن وتتواصل مع الجهات المعنية، كانوا يقولوا لها مثلا اذكري كلمة أنا بحتاج لقناع أحمر، لأنهم كانوا يطلبوا ماسكات. فبالتالي تحكي مع صيدلية، أي صيدلية تسمع امرأة بدها قناع أحمر معناها متعرضة للعنف، يروح ينقذوها لأنه بيكون يراقبها. فبالتالي هذه هي دلائل على ارتفاع نسبة العنف يعني أثناء الكوفيد، وكذلك في أمريكا ارتفعت يعني. نعم، على عكس دول عربية هناك دراسات مع تأثير انتشار فيروس كوفيد 19 كورونا انخفضت نسبة الطلاق
وقد يكون سبب إغلاق المحاكم دكتورتي. طيب لو بتكلم عن المؤتمرات، المؤتمر الافتراضي الثاني في مواجهة العنف ضد المرأة والطفل، أهداف هذا المؤتمر؟ أولا يعني المؤتمرات بصورة عامة هي من أجل التوعية ومن أجل التشبيه ومن أجل حل قضايا لهذه المشاكل العالقة. وبما أن المؤتمر هذا بالذات موجه للمرأة، يعني هو عبارة عن طول الوقت المؤتمرات توصيات توصيات توصيات، ولا يتم تطبيق إلا الجزء اللي يصير من هذه التوصيات على أرض الواقع. وبالتالي نحن في أمس الحاجة إلى أن يتم ترجمة هذه التوصيات بحيث تصبح من قضية خاصة للمرأة، لأن المرأة لا تصرح بها كثيراً، لتصبح قضية عامة، أزمة عامة صحية يتساعد في حلها كل من الجهة الشرطة وأيضاً من نظام العدالة الجنائية وأيضاً من القطاع الصحي وأيضاً من مؤسسات المجتمع المدني. هل مؤسسات المجتمع المدني تعمل؟ لكن لا يكفي بأن تعمل لوحدها، لابد أن تشبك مع هذه الجهات التي ذكرتها سابقا، وزارة الصحة، العدالة الجنائية، وأيضا لابد من أيضا مؤسسة وسن قوانين ضد العنف الأسري. للأسف هنالك نسبة بسيطة من الدول العربية التي تملك هذه القوانين ضد العنف الأسري، لكن حتى أنها تملكها إما أنها لا تطبقها أو يوجد فيها بعض الثغرات. فإذن لابد من تأسيس القوانين، سن قوانين وسد الثغرات في القوانين اللي أوردي موجودة، وإقناع الجهات العربية الأخرى، البلدان العربية، بسن قوانين العنف ضد العنف الأسري وتفعيلها على أرض الواقع وتعديلها مع مرور الأيام من أجل المتابعة والتقييم. نعم، بالفعل نحتاج إلى تطبيق القوانين المجتمعية إضافة إلى القوانين الدينية. طيب دكتورة، طرق تجنب الضغط والعنف نقول عشان أحافظ أو كي أحافظ على الصحة النفسية وبالتالي ما أتعرض إلى عنف أو تنمر، هل هناك طرق؟ أولا هذه الطرق للمتنمر وللمتنمر عليه، المتنمر عليه راح يفض نقول غضبه في أطفاله أو في ما هم حوله. نعالج المتنمر فعلا. يعني التنمر هو موجود في نسبة وتناسب عند الناس، لكن عندما يصل إلى مرحلة الخطر يعني لابد من معالجته. يعني والكوفيد 19 زادت هذا التنمر. هذا التنمر أسبابه، لابد أن ننظر إلى أسباب هذا التنمر. التنمر طلع عند هذا الشخص أو المجموعة من خلال الثقافة المجتمعية، التربية والعادات والسلوكيات، لأن إذا كانت العادات سلبية تميل إلى التنمر فإنها تتراكم وتصبح سلوكيات، والسلوكيات السلبية تتراكم وتصبح ثقافة مجتمعية سائدة يستقي منها. صحيح. وأيضا هناك شغل آخر، ربما هو يشكو من نقص داخلي لأنه لم تكتمل عنده الماديات ولا المعنويات، وبالتالي لابد من خلق نوع من الرضا عند أفراد العائلة بأن يكونوا قنوعين حتى لا يحدث عندهم مثل هذا النقص. أيضا فهم القيم الدينية، فهم القيم الدينية تؤدي به إلى العنف إذا فهمها غلط، وهنا نوع من الجهل، ولابد من التنوير لألا أحياناً ينضم إلى الجماعات الإرهابية ويصير عنف أكبر. وأيضاً فإذاً لابد من التوعية باستمرار، ولابد من شرح أمامه، ولابد من عدم التمييز بالتربية بين الأطفال، لأن هذا يخلق نوعاً من الحقد، نوعاً من الغضب حتى على أخوه حتى على أخته. فإذاً هنالك علاجات من خلال الأسرة، لابد من تأهيل الأسرة حتى تستطيع أن تتعامل مع أفرادها بعدالة ومساواة، وإذا لاحظت بأن أحدهم يشد إلى القاعدة وهو يميل إلى العنف تعرف السبب، ربما الخطأ نابع منها. أما دكتورة قلتي هناك علاج، عفوا دكتورة قلتي هناك بعض العلاجات من قبل الأسرة، نبي نسلط الضوء على نوع من العلاجات التي تتدارك الأم أو الأب، إن قد يكون باشر هذا طفل المستقبل أو شباب المستقبل يتعرضون أو معرضين إنه يكون متنمر. نعم، كيف المعالجة؟ أي نعم، نعم المعالجة أولا تحاول الأسرة كما قلت لك أن تنمي عندهم نوع من الرضا والقناعة. أي نعم. حتى لا يحدث نقص في نفسه. نعم. أي نعم. وأيضا تحقق نوعا من المساواة حتى لا يحقد ضد الغير. ثالثا عندما تشعر بأنه متنمر وأن الأمور خارجة
عن حدود إرادتها لابد من الاستعانة بأشخاص مؤهلين محترفين مثل أطباء نفسيين، مثل مرشدين نفسيين إذا لا يريدون أن يذهبوا إلى الطبيب نفسي، هنالك إرشاد نفسي، وأيضا طرح النموذج الجيد بالإسرة أثناء التربية. أحيانا تقول له لا تتنمر ولا تفعل هذا وكذا، والأم تتنمر أو الأب يتنمر أو الأب يتنمر على الأم، فيشاهد الطفل أمامه مشهد نموذج يحتذي به في المستقبل ويتنمر على من هو حوله، وربما يتنمر على زوجته. يعني هي عبارة عن حلقات متشابكة، هي تبدأ بالتربية الأسرية في المقام الأول والمدرسة والجامعة، وأيضا نؤهلهم من خلال مرشدين نفسيين أو من خلال اضطرارنا إلى أطباء نفسيين ليعرفوا إذا كان هنالك سبب يحتاج إلى أخذ بعض العلاجات الدوائية، لأنه يمكن المعالجة بدون دواء. نعم. من خلال الإرشاد. نعم. دكتورة، يمكن في ظل جائحة كورونا منذ البداية ونحن الآن في الوسطية، جميع الدول تسعى إلى نشر الثقافة المجتمعية من بعد انتشار هذا الفيروس. منصات التواصل الاجتماعي والمؤتمرات ونقول اللايف اللي انتشر بالفترة الأخيرة، هل تخدم المرأة التي تتعرض إلى العنف وخصوصا العنف الجسدي؟ نعم، يعني هي قبل أن تخدمها الآخرون، هل هي تريد أن تخدم نفسها؟ هل هي تريد أن تطلب المساعدة الحقيقية؟ التغيير من الداخل. وإذا طلبت المساعدة الحقيقية، هل تطلبها فقط من الأقارب أم تذهب إلى تبليغ الشرطة أو يكون هناك خط ساخر وتتصل مع وزارة التنمية الاجتماعية ومع المحامين وإلى آخره؟ في مجتمعاتنا العربية يخشون من شيء اسمه الفضيحة، وبالتالي لا يريدون أن يغسلوا الغسيل الوسخ أمام الآخرين. صحيح. وبالتالي هي تشعر بالألم الداخلي وتكبده مما يسبب لها اكتئابا، وهذا الاكتئاب يجعلها تتنمر على غيرها أو تمرض نفسيا. يعني إذن لابد من وجود توعية ووجود أدوات مساعدة حتى تنادي على هؤلاء المعنفات ويشعر بالأمان خارج نطاق الأقارب والأسرة. 80% يلجؤون للأسرة و12% يلجؤون إلى الجهات المعنية. يعني إذا صار زاد الحد والكيل، يعني ولم تستطع الإقامة تحت سقف واحد مع هذا المعنف، لابد من إيجاد مراكز مأوى. وأنا طلعت يعني مراكز المأوى والإيواء للنساء المعنفات نسبتهم قليلة. نحن في الأردن من 1999 عندنا مراكز للإيواء، ويعني منظمات المجتمع المدني هي عملتها بالتعاون مع الحكومة، لأنه إذا زاد العنف يعني لابد من وجود بيئة أخرى حتى تستطيع المرأة أن تشعر بالهدوء والراحة النفسية وتلملم نفسها وتستطيع أن تفكر ماذا تفعله في المستقبل. يعني الأمور بتكون أوضح أكثر أمامها إذا كانت هي مرتاحة، أما تحت العنف كيف تستطيع أن تنقذ نفسها؟ يعني نعم. إذن العنف لا علاقة في مستوى التعليمي، يعني نقول إذا الشخص لا ما له علاقة إذا كان حاصل نقول على شهادات عليا أو إنه على مستوى متوسط حاصل على مستوى تعليمي متوسط، له علاقة بالمستوى التعليمي؟ له علاقة. إذا كان المتعلم استفاد من تعليمه ويطبق العلم على العمل، لكن كل أو البعض هم الذين يستفيدون من تعليمهم ويطبقون العلم على العمل ويخافون مخافة الله من فهمهم الدين بحيث ما يمد إيدهم على غيرهم. لكن النسبة الأكبر للأسف هم عبارة عن حملة شهادة، العلم في واد والتطبيق في واد آخر. هنا لابد من إيجاد عملية تأهيلية بحيث نأخذ هاي الجماعة ولو تعلمت كذا لابد أن تطبق كذا، وإذا لم يطبق لابد من الجهات القانونية أن تأخذ منحها. لأنه إذا أردنا أن نقدم المجتمع لابد من التركيز على الثقافة المجتمعية، ولا يكون الإنسان مثقفا يدعى مثقف إلا بتطبيق علمه على عمله، وإلا سوف يكون إنسان حامل شهادة فقط من أجل العمل ولقمة العيش. نعم. نحن نستفيد من العلم بأقصى حدوده. صحيح. إذن نقول الشخصية والمهارات المكتسبة تختلف عن الشهادة العلمية، وإحنا نقول بالكويتي يا بخت اللي ماسك العصات من النص إنه يقدر يوازن ما بين الأثنين، إنه تكون عندي مهارات في إدارة الغضب إضافة إلى الشهادة العلمية. قد يكون الضغط العملي أو ضغط العمل هنا الواحد يفرغ طاقته وغضبه في الزوجة أو في الأولاد. طيب القلم
والورقة. القلم والورقة. من خلال ما أجملهما. من خلال متابعتي يعني حق التقرير السابق دكتورة، عرفت أنك لك في الكتابة، وأكيد كتبت كثير من القصص أو الروايات. مدى تأثير القلم والكلمة في الآخرين، ماذا حصدتي من خلال كتاباتك؟ شوفي، أنا أول ما حتى أفرجيكي ليش أنا صرت أكتب مقالة، يعني أنا كنت أكتب الشعر والقصة القصيرة وللأطفال وللكبار قصص وروايات. شعرت أن الرواية والقصة والشعر يؤدون قسما من التوعية، يعني بطريقة غير مباشرة، وهي مسلية وتجذب هذا، لكن فيه بعض القضايا التي لا تستطيعين أن تتناوليها بقصة أو بشعر أو برواية. صحيح. فلجأت إلى المقالة، وأنا أكتب المقالة منذ حوالي 25 عاما، وعندي مئات بالآلاف من المقالات، وأنا بصدد وضعها في كتب. المقالة يعني أقول لك على مدى السنوات، أولا عندما كانوا خاصة النساء يطلعن على مقالاتي لا يذكرن بأنه قرأناها، بل يتحدثنا عن مقال رجل آخر زميلي بجوار مقالتي، ولا يذكرن بأنني كتبت كذا ولا كذا. ثم مع مرور الزمن لاحظت بأنهم بدأوا يشيرون إلى مقالتي ودون أن يناقشونها. ثم مع مرور الزمن لاحظت بأنهم قد أصبحوا يهتمون بالمقالة وبمواضيعها ويؤيدونها. إذن كما قلت لك أنها لم تحدث دفعة واحدة، بل الوعي جاء تدريجيا. لابد من وجود قناعة، ولابد من وجود أسلوب كتابة جاذب حتى تجلبي القارئ أو القارئة، وخاصة القارئة، لأنه أنا أسمع كثير من القارئات والقراء لا يتممن مقالة ما، لأن الأسلوب غير جاذب، الأسلوب أعلى من مستواهم بكثير. فبالتالي القلم والورقة يحتاج إلى توليفة جاذبة مفيدة تحقق الفائدة المرجوة. بالفعل، وأصبح أيضا هو المنفس للتعبير. نعم. عن نقول أي ضغوط نفسي، ضغط نفس الإنسان. نعم. يمر فيه. نفسنا طبعا. نعم، حتى للكاتب إذا لم يعجبه شيء ولم يستطع أن يصرح بها أو به أو هذا، هنالك الكثير من المواضيع التي يستطيع أن يعبر بها من خلاله، منها يفرغ هذه الطاقة السلبية وأيضا يفيد الآخرين. بس حتى يتجنبوا الناس لابد من الرياضة يا جماعة. أنا. المشي في الهواء الطلق. فعلا. الرياضة، الهوايات. أنا أرسلت لك بعض الصور، أنا أثناء ما بمشي بالهواء الطلق أصور في موبايلي، والكل يفكر بأنني أملك يعني كاميرا معقدة لأنني أخرجها بطابع جميل، وإذا لم أضعها على الفيسبوك ينادونني ليش ما وضعت، نحن ننتظر صورك. يعني إضافة إلى الهوايات الأخرى يا جماعة، الهواية ضرورية، الفراغ العقلي، ثم التراكم الداخلي لعدم الحركة، وخاصة بوجود المساعدات من الخدم. يعني ست البيت بطلت تفرغ طاقتها بالعمل كثير داخل المنزل. صحيح. وخاصة إذا كانت لا تعمل خارج المنزل فالطاقة موجودة، أين تفرغها؟ تفرغها على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا ليس بكاف، هذا افتراضي. لابد من تفاعل الجسم والعقل والهواء الطلق إلى آخره مع كل ذرة من ذرات جسدها حتى تستطيع أن تتنفس وترتقي بالروح من كل الشوائب التي تعلق بها. يعملوا يوغا كمان، يعني أنا ما ألعب يوغا، بس كل لعبات اليوغا بيقولوا إنه عالم آخر وساعدهم على التغلب، وخاصة في الكوفيد 19 كانوا أنهم بيضعوا يعملوا افتراضي من خلال الإنترنت. صحيح. يعني في سبل أخرى، في سبل، ولكن نقول بالحركة بركة، ويعني بد من الحركة. فعلا دكتورة، يعني نقول هناك تمارين كثيرة وطرق عديدة للتخلص من التوتر، ونقول الخروج من عمق الزجاجة، خصوصا في الفترة اللي قاعد نمر فيها، هي فترة كورونا. رسالة حابة توجهينها إلى مشاهدينا من خلال شاشة تلفزيون الكويت دكتورة؟ والله الرسالة هي المحصلة النهائية للقائنا، لابد من التأقلم على صعوبات الحياة، لأنه جاءت كوفيد 19 وأيقظتنا بأن هناك كوارث نحن لا نتوقعها، وإضافة إلى الحروب الموجودة وتراجع الاقتصاد في بعض الجهات أو في كل أنحاء العالم. لابد من التأقلم، وبحيث نجعل يعني مواردنا تتناسب والمصاريف تاعتنا، وأيضا إذا أقفل باب فلا بد من وضع النافذة، وهنالك مثل يقول ضعف لحافك على قدر إجريك، يعني القناعة والرضا
التأقلم، وأيضا لابد من نشر الطاقة الإيجابية مهما كان شعور الإنسان سلبيا، لأن الطاقة الإيجابية معدية والطاقة السلبية معدية، فما بالكم بالحجر؟ هذا يتم الحجر على الوعي بالطاقة السلبية، والكل يبلش بالكل، ونحن نسمع الكثير من الضحايا حول العالم وفي البلاد العربية، حتى أنه ارتفعت نسبة القتل، لأنه العنف الجسدي إذا تم الضرب بصورة قوية مؤذية أو تم استعمال أداة حادة يؤدي إلى الموت، وهناك إحصائيات لا أريد ذكرها لا تقشعر الأبدان، فإن شاء الله ما زلنا بخير ولا بد من تجاوز هذه دكتورة. نعم التفاؤل بالفعل نعم، هي أزمة كوفيد 19 لا أثرت فقط على نقول الصحة، وإنما مثل ما تفضلتي اقتصاديا ومجتمعيا، وحتى عادات وتقاليد البلدان تغيرت خلال هذه الأزمة، ومثل ما قلت إن شاء الله نتفائل ونكون إيجابيين. وأنا بالفعل من خلال نقول البعد اللي بيني وبينك ومنصة التواصل الاجتماعي لمست كمية الطاقة الإيجابية والتفاؤل اللي عندك دكتورة نادية العالول، كل الشكر لتواصلك معنا ووجودك اليوم ضيفة في برنامج نشائي حبيبتي. تسلم، كل الشكر لك. شكرا تحياتي، مع السلامة. مشاهدينا، مثل ما قالت الدكتورة، في الحركة بركة، وأفضل وقت لممارسة تمارين الرياضة هي ساعات الصباح الأولى، تساعد على حرق السكر وأيضا الكوليسترول، لكن الأهم من هذا لازم هناك فترة تسخين عشان ما نتعرض إلى شد أو آلام في العضلات. نتابع معاكم الكابتن سبعان السبعان ونعود.